مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندة منعرفكن من خلالها دايما على أبرز النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم، ومنبدأ مع بيروت أرت فير بنسخته السادسة يلي صار بالبيل ويلي استضاف 51 صالة عرض لبنانية ودولية من 19 بلد وقدم 300 فنان وأكثر من 1500 عمل فني. هالمعرض يلي حضره أكثر من 7000 زائر ويلي ركز على الفن الحديث والمعاصر والتصميم مع مجموعة من الفنانين يلي عبروا من خلال النحت والرسم وغيرها من الفنون بمختلف المجالات. برعاية وحضور عقيلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تم افتتاح الدورة السادسة من معرض بيروت أرت فير 2015 بالبيل، كما حضر حفل الافتتاح معالي وزير الثقافة ومعالي وزير السياحة وعدد كبير من الشخصيات. بيروت أرت فير هالسنة يلي تضمن 51 صالة عرض لبنانية ودولية اجت من 19 دولة وقدم 300 فنان وأكثر من 1500 عمل فني. هذا شعور كتير حلو لأنه بيسمح لك أنك to express yourself، إذا في تعبري عن حالك بخلال الشغل اللي بتعمليه، بتكون عم تخلقي شيء ما بيكون موجود قبل، بتبلشي بتصمم الفكرة وأنا نحاتة بقى بشتغل بإيدي، وكمان هالإحساس وقت الواحد يشتغل بإيدي إحساس حلو كتير بخليك ترتاحي نفسانياً. I want to thank the Lebanese people and Beirut and all the organization because it's the first time I come to Beirut for the fair and I wanted to give an homage homage to Beirut with this scenography about the writing and the reading and all the artworks here turns about the writing like the sculpture by Yamu and the Iqra which means Li by Farah Khalil and the portraits of family by Sofia Hihat, Algerian, Tunisian, Moroccan and Algerian as well and Bruno Haji, a photographer from Algeria and Idris Wadahi from Algeria. أنا اكتشفت خط بينتور العالي كتير مهم، يعني أنه شفت عنده خط رسم أنا بعلم بالجامعات ولقيت أنه حقيقة هالخط مثل خط تلميذ جامعي بالفنون، فبقى قلت لهم لألفا أنه عندي تحدي كبير يلي هو بدي أعلم علي البينتور وحس أنه فيه يكون فنان، وحقيقة أنه علي سبقنا بفنه، سبقنا بالموهبة تبعه، سبقنا بأنه عنده موهبة كتير حلوة، واللي عملته أنه استفدت يعني التوحد تبعه كان شيء بوزيتيف لي، لأنه التوحد بيعملوا تكرار، بيرجعوا الحركة، بيشددوا على الشغلة. أنا عم برسم الحشيش والتكنيك هاي تبعت الدشية. الألوان رائعة. إيه أنت اخترت ترسم؟ أنا اخترت بدي أرسم الورود والسماء وكلهم والجبل. أول شيء بدي أشكر الفيوتشر على طول بتواكبنا بتساعدنا نرفع الوعي عن حالة التوحد بلبنان. نحن اليوم موجودين ببيروت أرت فير مشاركين بالمعرض من خلال تلميذنا علي تليس. علي نحن بنعتبره سفير الجمعية اللبنانية للأوتيزم والتوحد. السنة اشتغلت على موضوع معين اللي هو فورميتابل والموضوع تبعه إنسان، هيك عم بحكي فيها عن الإنسان وعن الحالات الإنسانية اللي بنقطع فيها، وجسدت هاي كل حالة جسدتها بفكرة معينة بطاولة معينة بمواد معينة. مثل ما بتشوفي زينة بكل الطاولات في لون موحد، إجمالا أكثرية الطاولات مستعمل اللون الأبيض، مستعمل قشرة إكزوتيك نادرة بيضة، وبنفس الوقت مستعمل النحاس الأصفر بكل الطاولات.
يومين كنا ببيروت ارت ويك اللي هو بوسط بيروت، اليوم ببيروت ارت فير، امبارح بفقرة عم نرجع كمان اهل القلعه. لبنان رغم كل المشاكل وكل المطالب المحققه وكل اللي عم نشوفه من اشياء سلبيه، بضل في كثير اشياء ايجابيه منه اللي ذكرتهم. هيدا كمان إرادة اللبنانية إنه بالرغم من مشاكلهم إنه يكملوا كمان بالثقافة بالفن بالجمال. أول شيء بدنا نقول إنه الحكي مش مثل الشوف، فبندعي الجميع يشوف المستوى لهالمعرض اللي هو حقيقة يعني فينا نقول مش بس مستوى عربي، يعني فينا نقول مستوى دولي وعالمي بالتنظيم بنوعية الفنانين وأيضا بالوجود للفنانين اللي هن في كتير فنانين العالم اللي بيعكسوا حقيقة أعلى مستويات الموجودة والتوجهات العالمية للفن، وهذا أكيد يعني فينا نقول يعني بيعطينا صورة لبنان الحضارية الموجودة، مش إنه اللي بس بدنا إياها، الموجودة اللي علينا نحافظ عليها. المجتمع المدني اللي هو حقيقة بيستاهل انه نواكبه ونكون حده أمامه ونأمن له الاستقرار لازم ليقدر يبدع. نحن اليوم عم نعرض مشروع اسمه سما اللي هو عملناه لعشر سنين جمعية بريف هارت. اشتغلنا مع حسان زهر الدين اللي اشتغل طريقة الحفر عن نحاس اللي هي طريقة تقريبا مفقودة ما بقى نشتغلها. الكتاب قصة صبي بيقولوا عنه انه خلق غريب عجيب وخلق مع شهوة حمراء على شكل غيمة فوق صدره، وهي شوي بتحكي عن اللي عم نمرق فيه نحن كلنا بالمناطق العالم العربي، لأنه بتحكي عن نقطة الضوء الموجودة جواتنا، بتحكي عن الفرق اللي فينا نخلقه إذا نحن هالنقطة التقت بنقطة ضوء تاني وتالتة ليحلموا سوا ليعملوا الدنيا من أول وجديد. كل ريع المشروع إن كان مبيع اللوحات ولا الكتاب بيروح لجمعية بريف هارت. وعلى هامش بيروت ارت فير كان لوسط بيروت موعد مع بيروت ارت ويك باسواق بيروت يلي جمع عدد من الفنانين، وكان الفنان نبيل حلو حاضر بعمل من 4 أمتار بيقدر الزائر يجلس عليه بمحاوله للتواصل الاجتماعي من خلال النحت لعامه الجمهور يلي ما عاد يرغب كثير بالمتاحف والمعارض الفنيه، بالاضافه لمجموعه كبيره من المنحوتات والقطع الصغيره. برعاية وحضور معالي وزير الثقافة الأستاذ ريمو عريجي أقيم بيروت أرت ويك يلي ضم أعمال فنية انعرضت بوسط بيروت، ومن المشاركين بهالحدث نبيل حلو الفنان النحات والمبدع يلي شارك من خلال عمل رائع ولكنه من ضمن مجموعة كبيرة بتفوق 30 منحوتة. شارك ببيروت ارت ويك 2015 هذه السنه، وعم بشتغل على بروجي اللي فتره كنت كثير بحب اشتغل عليه، هو له علاقه بالفن يلي بيتعاطى ديركت مع العالم مع الشارع. المنحوتات اللي عم بشتغل عليهم هو منحوتات مونومنتال كبار، بدي العالم اكثر تتواصل مع العمل الفني مع العمل النحتي حتى يقدروا يحسوا فيه أكثر، يقدروا يقعدوا عليه للمنحوتة. هي منحوتات صحيح منحوتات فنية، بس هي كمان معمولة تكون مقعد للعالم يقعدوا فيها. نحن اليوم بعصر إذا بدك السوشيال ميديا، والعالم بيحبوا كتير يتصوروا ياخذوا سيلفيز ينزلوها على السوشيال ميديا، مشان هيك
حتى هي المنحوتة اسمها هو كلاسيك سوشيال ميديا، تحت لي انه بيقدروا كمان يكون يتفاعلوا مع بعضهم ويقدروا يحكوا مع بعضهم العالم، هن قاطعين على الطريق بيقعدوا وبيكون عم يتفاعلوا مع العمل الفني. هذا الهدف الاساسي منه، يكون عمل موجود بالشارع اذا بدك او بالساحات العامه، تحت لي الاولاد هن عم يكبروا يتفاعلوا معه، يكبروا مع العمل مع المنحوته، وقت يصيروا كبار اكيد رح يروحوا على متاحف، رح يروحوا على جاليريات، رح يكون عندهم حب للمنحوته وللفن التشكيلي. بعيد لأنه أجندة رح يكمل معكم. جود باي سمر، ليلة ولا أجمل بإديسانس، ليلة اجتمع فيها عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية ليودعوا الصيف بسهرة كانت مميزة بأجواءها وأكيد على شط بحر جبال. كل الأجواء بهالتقرير. بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات ومحبي السهر والأجواء الحلوة والبحر والموسيقى الرائعة، أقيم بإدي سانس هوتيل أند ويلنس ريزورت حفل وداع الصيف، حفل رائع أخذنا لعالم آخر. AWI هي شركة الواسيات انترناشنال، بتضم كتير من البراندز الموجودين بلبنان مثل جريدة البلد، جريدة الواسيات، مجلة ليالينا وراديو البلد. طبعا هالمجموعة اللي صار لها زمان بلبنان موجودة وعم تقدم لكم المواد اللي كتير مفيدة، إن كان من خلال البرنت من خلال الجريدة أو من خلال كمان المجازين أو كمان من خلال الراديو والأونلاين. طبعا اليوم مثل كل سنة عم يكون عندها حفل سنوي عم بتضم أبرز الوجوه الاجتماعية من خلال agencies, the PR agencies, طبعا الكي كلاينتس، كل الفي اي بي كلاينتس، بالاضافه للببليك فيجرز الموجودين عم بيكونوا بالايفنت، عم نجمعهم بايفنت واحد. هالسنه حبينا يكون الايفنت شوي كول، موجودين على البحر على الرمل هيك بالادي ساندز، عم نودع الصيفيه لانه كونسبت الايفنت هو جود باي سمر. بالاضافه لكونسبت التوديع الصيفيه كمان حبينا نوعي على قصه دون درينك اند درايف، مشان هيك اليوم الانفيتيشن اللي توجهت لكل شخص ليجي على هالايفنت بتضم انه فيكم تطلبوا التاكسي، طبعا نحن وتشارلي تاكسي بقدمينا للانفيتيز ليقدروا يطلبوا التاكسي ويجوا فيها على الايفنت ويرجعوا من الايفنت على بيتهم بخير وسلامه لما يشربوا ويصير معهم اي مصيبه. اذا الايفنت هيك كثير حلو، كثير رح يضم كمان اجواء فنيه رائعه، ان كان كمان من الانترتينمنت رح يكون في من كريستينا حداد، بالإضافة يمكن كمان للفنانين يعملوا لنا هيك سوربريز صغيرة. سحب البلد رح يصير، السحب الأخير من صحبات جريدة البلد ومجلة ليالينا رح يصير كمان الليلة، سيارتين بي ام دبليو 420 اي كوبي رح يتم السحب عليهم، وكمان خمس سفرات خمس كروز رح يكونوا من نصيب خمس رابحين.
نحن كتشارلي تاكسي مش اول ايفنت هيدا بنشترك فيه، نحن اجمالا على كل راس السنه نحن عم نكون في عنا تعاون مع قوى الامن الداخلي كرمال ما تشرب وتسوق، ونكون منتشرين على حواجز قوى الامن بكل راس السنه لحتى نخفف من نسبه ضحايا حوادث السير بلبنان. فنحن والوسيط والبلد وليالينا نحن بوحده ونحن بشراكه تامه، فهيدي السهره بنعتبرها سهرتنا، ونحن اكيد بتطور مستمر وبعمل دائم لحتى نشارك بحمله تخفيف حوادث القتلى السير بلبنان وبكل العالم. فانا بشكر التلفزيون مستقبل وبشكر الوسيط وعلى كل الحاضرين، وبشكر كل الناس اللي تعاونوا معنا واللي اجوا معنا الليله على هالسهره، خاصه اجوا بتشارلي تاكسي ما اجوا بسياراتهم. حفل بالغارتن بالبيال جمعت فيه السفارة الإسبانية عدد من الوجوه الدبلوماسية والاجتماعية، وقدمت من خلاله مجموعة من الأزياء بأمسية رائعة. استضافت السفارة الإسبانية بلبنان أول لقاء إسباني بذا غارتن ببيال، وذلك بهدف تشجيع الروابط الثقافية بين إسبانيا ولبنان. وأقيم الحفل برعاية سعادة السفيرة الإسبانية ميلاغروس فرناندوس، وذلك بالشراكة مع الماركات الإسبانية الرائدة بالسوق المحلية. Alors bonjour, je suis enchantée aujourd'hui de vous présenter cet événement sur lequel on a travaillé beaucoup. C'était l'idée de présenter la mode espagnole, les dessins espagnols, mais beaucoup plus qu'une affaire commerciale, c'est surtout une affaire culturelle. L'idée de montrer beaucoup de similarités entre les peuples espagnols, les peuples libanais. L'idée de on peut être à la mode sans être millionnaire, et c'est surtout la façon de montrer une façon de vivre. Alors je suis enchantée car les gens qui nous ont aidés à faire cet événement ont été très très créatifs et vous voyez les résultats. Alors j'espère que vous allez avoir l'opportunité d'en parler avec beaucoup de gens et qui vont et que les téléspectateurs auront un moment important s'ils n'ont pas eu l'opportunité de venir ce soir ici. Spanish Reunion, اللي هو عبارة عن event نظمته مجموعة من الشباب اسمه تارت أوبوار للسفارة الإسبانية بالتعاون مع عدد من الماركات الإسبانية اللي موجودة باللبنان من خلال الشركات اللبنانية اللي بتمثلها. والهدف من هيدا الإيفنت أو التحرك هو بالأخص لنجمع حضارتين هن أوريدي قراب على بعض من إسبانيا ولبنان، وكمان لحتى نخلي العالم انفولفد أكثر ويكونوا موجودين من قصص الحضارة وعرض الأزياء أكثر من ما إنه أصداء سياسية اللي عم بتصير أوريدي بالبلد. ونرجع مع أجندة، خليكن معنا. من بعد ما تم تجديده ليتناسب مع الأجواء العصرية، تم إعادة افتتاح أوتيل حبتور بسن الفيل، وبحضور عدد من الوجوه الفنية والإعلامية بحفل أضاءت فيه الإدارة الجديدة على التغييرات بالأوتيل.
بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام تم إعادة افتتاح فندق هيلتون متروبوليتن سن الفيل. هالفندق يلي من أحلى الفنادق بلبنان ويلي بيتضمن عدد كبير من المطاعم المتنوعة. اللي عم نعمله اليوم ببساطة عم ندعو الميديا وسائل الإعلام ويعني عم نفتتح إعادة افتتاح متروبوليتن هيلتون بالاس بعد عمليات إعادة تأسيس إعادة ترميم لللوبي لبعض المرافق بالفندق. نحن نؤمن بأنه لبنان مقبل على ارتفاع بوتيرة السياحة فيه، فعم بنحضر حالنا للمواسم الجاية. التجديدات اللي عملناها غيرنا باللوبي، غيرنا بالكوفي شوب، بعض التجديدات بغرف الفندق، بالكوريدورات، مرافق قاعات المؤتمرات. التجديدات اللي عملناها كمان بالفندق الحبتور، يعني عملنا قاعة الإمارات هول اللي هي أكبر قاعة ببيروت، بتاخد 1500 شخص بحفلات. تقريبا كلفة إعادة تأهيل كلفتنا أكثر من مليون دولار، وفي عندنا برامج أخرى بإعادة تأهيل بعض الغرف ومرافق الفندق هناك. فعملية تأهيل شاملة، يعني التهيئ لمواسم جديدة. معرض لمجموعة من الإبداعات الفنية الهندية المعاصرة من رسم وتصوير فوتوغرافي وأعمال مصورة ونحت، وعرض لأساليب الفن غير التقليدية. المعرض يلي ضم 18 فنان بينتموا لخلفيات ثقافية وأجيال مختلفة. بالتعاون مع معرض الفنون 1X1 بدبي وبتنظيم من شركة سوليدير، استضاف مركز بيروت للمعارض معرض جماعي ضم 18 فنان بينتموا لخلفيات ثقافية وأجيال مختلفة تحت عنوان في أعماق البحيرة كل شيء صامت. ختام حلقة الليلة من أجندا. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الفنية الثقافية والاجتماعية، ما تنسوا ترسلونا على البريد التالي agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك وهي أجندا on Future TV، وكمان you can follow me on Instagram على زينة جنبي وهي كلمة واحدة. وهلا بلكن باي.